دو فيلاج الماس 4 ايطوال ما يترتش كادو كيما هذا، لازم كنتوا تطلبونا على 72328500 تربحوا معنا الكادو القمقوم المزيان هذا. سينو فتحيه كيما كل نهار جمعه اي بإين نحكيو على الجمال، نحكيو على الحاجات المزيانه، نحكيو على نوفيل توندونس في كل دومين. اليوم باش نحكيو على دي برودوي فتحيه نتاع جام ديجا حضروا معنا قبل نتاع جام، مانيش نحكي عليهم مانيش نقول لكم عليها حتى شيء، باش تحكي لكم عليها مدام عفاف المتالي شيبان اخصائيه في التداوي بالاعشاب. جام مزيانه برشا، جام افيكاس برشا، اي سورتو جام قاعدين يحكيو عليها برشا ناس. دونك اول حاجه نبدا نصبح على مدام عفاف. بونجور، صباح الخير، مرحبا، شنو احوالك؟ فضلك عايشك، شنو طيب ليك وكيفك المستمعين؟ عايشك، ميرسي بوكو مدام عفاف. مدام عفاف انت اخصائيه في التداوي في الاعشاب، ويظهر لي ما نزيدش نعطي صفه اكثر خاطر اليوم باش تحكي لنا على جام اللي هي جام ديرمافيك. فوالا ديرمافيك دي لابوغاتوار اغرولاي. دونك كيف نقولوا هندي شكون ما يعرفوش، كي نقولوا فيك دو بارباري شكون ما يعرفوش. فوالا سلطان الغله على ما فيه فوائد وعلى فيه منافع. على هذاك لابوغاتوار اغرولاي خرجوا لنا برشا منتوجات منه، خرجوا لنا خلل هندي، خرجوا لنا الويل فيجيتال دو فيك دو بارباري، خرجوا لنا البودر بيلينغ البودر نتاع باش نحكيو عليهم بالوحده، وخرجوا لنا الزيوت للشعر، لي زويل دو ماساج، وفيهم برشا زاد حاجات لي زويل دو ماساج، سافون نوار، والويل دو سوشي. دونك كان نبداو باللول بالكل، شنو نحكيو اول حاجه واول حاجه تهم اللي يسمعوا فينا كل هو شنو هي الحاجه الاماسي سونت في هذا الكل؟ صحيح، دونك اليوم الحاجه الاماسي سونت هو خل الهندي اللي هو عنده افي مانسور به برشا وفعال جدا 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 وامن على فوا مخدر برشا ناس يحبوا يعملوا ريجيم اما ديما يحبوا يستحفظوا على الصحه نتاعهم، يقول لك نحب نضعف ما غير فاشله ما غير تعب ما غير ما يخلق ديما حاجه ناتوريل وحاجه ناتوريل ما تخليش حتى تخاس. دونك الخل هذايا فيه برشا فايده، وانكور عنده يمتاز بقيمه غذائيه عاليه، فيه الفوائد، فيه الكالسيوم، فيه الفيتامين سي، فيه الفيتامين بي، فيه المعادن، فيه الفوسفور، كالسيوم، بوتاسيوم، دونك صحي، معناتها نقصوا في الوزن ولا فوا واحنا في فورما واحنا ناشطين واحنا قويين. دونك شنو يعمل الخل؟ الخل هذايا يعاوننا اننا نتخلصوا من السوائل المحبوسه تحت الماء. نعرفوا اللي السوائل هذيا كي تكون معناتها موجوده في البدن برشا تقلقنا وما تخلينيش نقصوا في الوزن، حتى كان انسان يتبع حميه ديما تلقاه فما عائق معناتها الماء هذيا. دونك خل الهندي يعاونوا باش يتنحى. عندنا زاد كيف ما برولور حارق للدهون، خل الهندي يعاوننا نحرقوا الدهون المتراكمه، اي سورتو لو كونفور ديجستيف، يحسن عمليه الهضم، الكنفاخ والقلق والبالونمون هذا كله ما عادش نعرفوه، خاصه اللي احنا توا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان. ان شاء الله مبروك عليكم الناس الكل. امين عليك انت زيد. يفضلك عايشك. دونك هذا يعاوننا على الانتفاخات والقلق هذاك الكل ما عادش نحسوه. فوالا دونك الاستعمال ساهل ما في حتى قلق. 10 مليلتر اللي هما يعادلوا مغرفه نتاع ماكله، تحطوهم في كاس ماء دافي، من المستحسن يكون دافي، صباح على الخوي وفي الليل قبل العشاء، مع يعني نزيدوهم هكا 4 دراج ما غير ماكله، وبعديك ناخذوا الوجبه نتاعنا. يلزم مع الاستعمال نتاع الخل هذايا يلزمنا زاد احنا نتبعوا حميه غذائيه ولو معدله، معناتها شويه ان ننظموا ماكلتنا شويه، ناكلوا بالوقت ما بين الاوقات ما فماش التنويش، وعشاء الليل ديما يكون خفيف، نكملوه مع 6:30 7 نتاع الليل، ما عادش نزيدوا حتى شيء، وديما تكون سوب سلاد غرياد، باش احنا زاده يعني هو الخل يعاون واحنا نعاون رواحنا زادة تاخذ راحتها في الحظ صحيت، والنشاط زاد الرياضي البدني يعاوننا برشا. دونك نشوفوا قداش الخل يعطينا برشا حاجات، يعاون زاد الناس اللي عندهم كوليسترول، لي ديابيتيك يعاونهم خاطر يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويخفض مستوى السكر في الدم زاد كيف. دونك هذه هي بالنسبه للخل. دونك فرصه اللي يحب ينقص في الوزن وتوا قادمين على الصيف، معناتها بديت توا نحينا الكبابة فوالا دونك وقيد باش نستعملوا داغما فيك. تو فاسون انتم في نابل محظوظين اللي عندكم معرض نابل. معرض نابل ديجا انتم حاضرين زاده، محظوظين انتم حاضرين في معرض نابل زاده. فوالا محظوظين احنا اللي نكونوا احنا في ضيافتكم. دونك في معرض نابل الدواء دي تلقاو توت لا جام في ستون نيميرو 22، في ستون نيميرو 22 تلقاو لا جام نتاعنا الكل اللي هي فيها الخل وفيها زيوت وفيها ليزويل دو ماساج وزيت للشعر وسافون حتى من ليزونتيسير مع فما زاده فما برشا حاجات. دونك الدليل هذايا اللي باش
باش نلقاوه. فوالا دونك حكينا تويك على الفينيغر، علاش ما نحكيوش على الويل دو بيبان دو فيك دو بارباري، زيت قلوب الهندي. زيت قلوب الهندي اللي هو زيت نباتي مسالم، فيه برشا الفيتامين او، فيه الاوميغا 6، يقاوم مظاهر الشيخوخه. دونك نستعملوه اتيتر بريفنتيف وكوراتيف زاد على فوا، نعالجوا به شويه لي ريد، نقصوا الحده نتاع لي ريد، نحسنوا الالاستيسيتي تاع البو، نلقاو بو سان وهكا اكلاتون دو سانتي. فوالا سيت اون ويل ريباراتريس، هي زيت يصلح المشاكل نتاع الوجه، خاصه زاد الناس اللي عندهم يعانيوا من المشكله تاع الكلف اللي هو لي تاش بغون هذاك. الويل دو فيك دو بارباري يعاونهم برشا. سي تان سو الزيت هذايا راهو صحيت على ويل بريسيوز. فوالا نستعملوه ان سوان دو نوي، نحطوه في الليل يوميا، اربع خمسه قطرات على الوجه، ندهنوه بطريقه سوبل معناتها مرنه، نعديوهم على الوجه الكل. واخر اخر حاجه ما نتعرضوش لا للشمس لا للضوء، ان شاء الله من غدوه نقوموا صباح نلقاو الوجه نتاعنا. نرقدوا به. ايه نرقدوا بيه. باش تبدا تحس الريزولتا بخي 3 سيمين، تحس فما معناتها فما تبديل، فما تبديل في المهم في يواظبوا في 3 سيمين. صحيح يواظبوا. اوغز كي نقولوا ان سوان اونتيغيد ما يجيش راهو في ليله ونهار. سوان اونتيغيد هو احنا نحكيو على 10 سنين 5 سنين القدام، باش نستحفظوا على الوجه نتاعنا. دونك يكون الاستعمال يكون يومي. فوالا هذايا بالنسبه للزيت. بالنسبه للبودر بيلينغ، البودر بيلينغ شنو هي؟ احنا خاطر شي الهندي تلمون في دو بيان في، نحبوا نستعملوه الكل في كل شيء، من الثمره نتاعو، من الخل نتاعو، من الزيت، ومن القلوب، من كل شيء نستعملوه. دونك البودر بيلينغ هي شنو هي؟ هذه البودر بيلينغ هاو جولدن بيلينغ ماسك. هذايا هو وريهم يسالش بالكاميرا هوني الويب داكور. فوالا هي هذه البودر اللي باش نحكيو عليها اليوم. هي القلوب نتاع الهندي بغيه مرحيين بودر، وانت تخلطهم مع شويه ماء وتعملوا ماسك للوجه. نخلطوا حتى يولي تحسوا يعني نجم يتحط على الوجه الكريم، يولي كريم شويه. اي نعملوا هكا، نحطوها نعملوا ابليكاسيون على الوجه، ندهنوا شويه بالاطراف نتاع الاصابع هذوما نتاعنا، وندهنوا الوجه نتاعنا اون مينوت هكا بطريقه دائريه، نخليه اربع دراج. وبعديك نغسلوا الوجه نتاعنا بالليبونج، نحيوا هكا البرودوي هذاك، وبعد نغسلوا في مرحله اولى بالماء الدافي، وفي مرحله ثانيه بالماء البارد. وهوني باش يعطي كوديك لا ينحي الخليه الميته، ينظف الوجه، وحفاظا على الجلد نتاعنا. ماهوش اغريسيف، ماهوش كلي بارفوا تلقى غوماج يجرح لك الجلد نتاعك. هذا لي سوب المسالم، اي سورتو كان تخلط مع مع الورد زاده، يعطي فريمون بالقدي بالقدي ريزولتا باهي، تلقى بو نظيره معناتها وينعه محليها. فوالا هذه بالنسبه للبودر بيلينغ، يحمي من التجاعيد، من لي تاش، ومن لي زاغريسيون اللي نتعرضوا لهم. دونك كيف ننظفوا الوجه نتاعنا دو فوا غرون ماكسيموم، راهو ماهوش حاجه كبيره، مرتين في الاسبوع نعتنيوا برواحنا ونعرفوا لي اوموان نخصوا شويه وقت ندلوا فيه رواحنا. دونك نعملوا فيه الماسك هذايا. تخي بيان. عندي شي دي برودوي اخرين عندنا الاتش كيو هذايا، الزيت هذايا اللي هو للشعر. فوالا يصلح الشعر من نواحي الكل، من ناحيه التقصف، من ناحيه اللي يغذي، يوقف التساقط، يعتني بالشعر من مظاهرها الكل. دونك الاستعمال نتاعو زاد كيف كيف ساهل، باندويل مرتين في الاسبوع، سويعه قبل الغسيل مرتين ساعتين اكثر حد نحطوه، يصلح لنا الشعر من النواحي الكل. فوالا هذا يكون الاستعمال نتاعو مرتين في الاسبوع. الزيت هذايا منهم لويل دو فيك دو بارباري، فيه زيت لويل دو فيك دو بارباري، دونك فيه ست زيوت نباتيه مع اربع زيوت اساسيه، يصلح الشعره من النواحي الكل. هذايا هو الزيت نتاعنا. دونك شنو عندنا اخر؟ عندنا لي زويل دو مساج، هما هذوما لي زويل دو مساج، منهم الويل دو مساج هاي هذيا اللي تابعه الخل. دونك كي نبداو احنا ننقصوا في الوزن، نبداو نضعافوا، نحسوا شويه البو تولي فلاسك هكا، فما نوعا ما ترهل. دونك الويل هذيا يعاوننا باش نكبسوا البو ونتخلصوا من هكا لي كابيتون اللي تحس هكا الجلده ماهيش مش متناسقه. فوالا فما هكا لي سيلوليت وكل شيء، اللي يحبوا يتخلصوا من السيلوليت يستعملوا الويل نتاعنا اللي هو فيه برشا ديزويل اسونسييل، منهم الويل اسونسييل دو بامبلموس، يعاوننا برشا على
نقولوا احنا كبسين الجلده كبسين. يجي افيك مش مساج اقوى من المساج شوي. انا جربت الويل دو مساج غولاكسون ما شاء الله فريمون تتخلص بالدور هو غولاكسون غولاكسون دو فاسون انكرويابل بالحق جاني النوم اي صح جاني النوم بالحق معناها تحس بدنك هكا ترخى تحس هو تلموف كيف لي زويل دو مساج موجودين بارتو مي كيكون زيت ويل فيجيتال صحيحه قد قد وفيها لي زويل اسونسييل دونك راهم التداوي بالزيوت العطريه معناتها لي زويل اسونسييل راهو علاج فعال معناتها دونك على هذيك انت حسيت الراحه برشا دونك عندنا هذه الويل غولاكسانت اللي اونتي ستريس سورتو ابري اون لونغ جورني دو ترافاي انسان تاعب ويخدم ولا حتى مع الصغار ومتقلق ما فيها بيسكي يتلهي بروحه ويعمل شويه هكا يعمل انسوا يتلهي منه يتلهي بالبشره خاطر لي زويل فيجيتال ولي زويل اسونسييل باهين على الجلده نتاعنا و انكور يعطي هكا ينحي دي فاتيغون الحقيقه باهي برشا دونك نجيو للزيت الاخر اللي هذايا لقيت نتاع الاستعمال نتاعو سنانا فوالا عندنا هذايا هو هذايا جون بلورد جون بلورد سورتو توا داخلين على فصل صحيت وسخانه والناس اللي يعالجوا يعانيوا من مشاكل نتاع جون بلورد راهو بالحق قلق ياسر سورتو تسخن الدنيا بالحق ما عادش نجموا سقيام ترزان جون بلورد بأتم نتاع رمضان بأتم معنى الوقفه نتاع الكوجينا صحيت دونك هذايا يعاوننا ينشط السيستيم فينو والسيستيم لامفاتيك دونك يعاوننا بالكدا بالكدا سورتو قبل الصيف هذايا نستعملوه باش ندخلوا الصيف واحنا ما عندناش القلق هذاك دونك نجيو على الويل غولاكسون تحكينا عليها باش نحكيو على الويل ايدغاتونت زاده الويل ايدغاتونت هذايا اللي هي تغذي البشره سورتو الناس اللي يعانيو من البشره الجافه تقول لك راني عندي جلدي ياسر جافه لو فات اللي حتى دوب ما تدوش تلقى الجلده نتاعها وحي اللحظه اي مش وحي اللحظه ديجا جانا ميساج تويك على الفيسبوك على الفيديو ديريكت قال لك اللي ديجا فما شكون جرب السيروم نتاع الشعر قال لي هو باهي بالكدا وخلى شعري يلمع دون فاسون انكرويابل سي بيان سي بيان فوالا نعطيكم حاجه اخرى اختي جربت الماسك فوالا وقتلي اللي هو حاجه تعمل 66 كيلو هي بالحق راهو لابليكاسيون الاولى تعطيك حتى على الماسك تعطيك نظر اي ريت هذا هو النجاح ريت النجاح البرودوي نجاح البرودوي هو في الناس اللي استعملت راهو انا نتكلموا على البرودوي هذا حاجه باش نعرفوا به سي فغي صحيح صحيح اما الفيدباك معناتها تاع الناس تاع الناس هذاك هو اللي نجح هذاك اللي يهم فوالا هذاك هو وهذاك دونك احنا نكتسبوا من الخبره تاع هو ديجا الناس ديجا باش تشري البرودوي كي تلقى عباد استعملته ولقات ريزولتا وقت الناس تقبل على شراء البرودوي معناها برشا يقول لك هاني سمعت عليه البرودوي اما الناس الكل بيان سور تشكر البرودوي نتاعها دونك ما تنجمش تقول كلمه خايبه في البرودوي نتاعها اما كي يلقاو حاجات كيما هكا اي سورتو كيف خاطر احنا المره الاخرى خذينا منهم لي برودوي واستعملنا منهم انا وفتحيه دونك بالحق عندهم دي ريزولتا ميراكل بالحق فما دي ريزولتا ميراكل سينو زاد مدام عفيف فما برومو اي كان تحكي لنا على البرومو البرومو هذه اللي باش يتمتعوا بها اللي باش يزوروا المعرض نتاع نابل الدولي فستان نيميرو 22 عند البرومو توصل حتى الموان 20% دونك وغاديك باش يلقاو شكون بالطبيعه شكون باش يوريهم البرودوي شكون باش ينصحهم شكون باش يوريهم طريقه الاستعمال خاطر انا نبيعوا البرودوي زاد باهي اما ننصحوا فما هكا ديزاستوز يسهلوا لك الاستعمال ويعطيوك نتيجه باهيه وفعاله يعطيك الصحه مدام عفيف ميرسي بوكو عايشك عايشك يعطيك الصحه وكلامك محلاه زاده سورتو البرودوي ماذا بكم الناس الكل بالحق تمشي تويك المعرض نابل وجاب سورتو اللي فما دي برومو نحن معروفين نحبوا لي برومو نموتوا على لي برومو دونك بوركوا با واحد فتحيه يمشي يجرب قلت لكم يمشي يجرب معناها القريب انا مش نقول تجربه خاصه تشكر في اللونتين اما راهو بالحق لي برودوي الموجودين فما برشا فيهم معناها استعملتهم لعائلتي ما نفهمش استعمال شخصي فهمت دونك يشكروا فيهم برشا برشا انا جوست ما لقيتش الوقت باش نمشي ناخذ ونجرب زاد كيف فوالا دونك فتحيه بقيت من بعد كنمشيو للمعرض انا وياك ونستمتعوا من لي برومو ونجربوا ل 11 و20 دقيقه اهلا وسهلا ومرحبا بكم رغبه علامه اللي باعنا خسر دلعنا رجع